فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يستقبل بمقر إقامته بالعاصمة باريس السيد المدير العام لشركة بوليري الفرنسية. الاجتماع اللجنة العليا المكلفة بالإصلاحات المؤسسية، وهو الاجتماع الأول للجنة مع بداية العام الميلادي الجديد. رئيس الجمعية الوطنية دكتور هارون كبدي يستقبل كل من سفير جمهورية تركيا لدى البلاد والسفير الفرنسي. السابعة مساء بتوقيت العاصمة أنجمينا، يسعدني استقبلكم في عرض النشرة الرئيسية لهذا المساء، أهلا وسهلا بكم. استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بمقر إقامته بالعاصمة باريس استقبل الرئيس المدير العام لشركة بوليري الفرنسية، حيث تباحث مع فخامته أهم الجوانب والمواضيع المتعلقة بالاستثمار في تشاد. عثمان عبد الغني. وصل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مساء الخميس 4 يناير 2018 العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في زيارة خاصة تستغرق عدة أيام. كان في مقدمة مستقبله سفير تشاد لدى فرنسا الدكتور أمين عبد الصديق. وبعد 24 ساعة التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالسيد سيريل بولوري الرئيس المدير العام لشركة بولوري الفرنسية بغرض متابعة برنامج الاستثمار في تشاد. وتم الحديث أيضا حول التعاون بين البلاد وشركة بولوري في عدة مجالات تخدم مصلحة الجانبان، خاصة التعاون في مجال النقل والبناء. وخلال المقابلة أطلع رئيس الجمهورية على الإمكانيات المتاحة وناقش بعض الجوانب المتعلقة بالمشاريع الجديدة، واتفق الطرفان على التسريع في ذلك. شركة بولوري أقامت منذ فترة طويلة محطة لمناولة الحاويات داخل ميناء دولا بالكاميرون للنقل الدولي للبضائع التشادية المستوردة من الخارج، وهي الآن تقوم بتنفيذ الطريق الذي يربط بين تشاد والكاميرون عبر السكك الحديدية، ولها مشاريع مستقبلية كثيرة تقوم بتنفيذها في البلاد. هذا ما أكده سيريل الرئيس المدير العام لشركة بولوري أثناء لقائه بفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بباريس العاصمة الفرنسية. ويشار إلى أن شركة بولوري الفرنسية تعمل في تشاد في مجال النقل الجوي والبري، ولها حاليا ميناء جاف بهيئة أنجلي. وإلى الاجتماع اللجنة العليا المكلفة بالإصلاحات المؤسسية، وهو الاجتماع الأول للجنة في العام الجديد. ترأس الاجتماع رئيس الوزراء بهيمي بدكي ألبير، يهدف الاجتماع إلى وضع الأسس الأولية للتحضير للملتقى الوطني حول الإصلاحات المؤسسية. خالد موسى الحاج. سيشهد العام 2018 انعقاد الملتقى الوطني الشامل حول الإصلاحات المؤسسية. هذا الحدث المهم على مستوى الدولة يتطلب من اللجنة العليا المكلفة بالإصلاحات المؤسسية تحت رئاسة رئيس الوزراء بهيمي بدكي ألبير العمل الدؤوب وتكثيف اللقاءات. وقد عقدت اللجنة العليا اجتماعها الأول في العام الجديد بهدف استئناف العمل وتحريك أعضاء اللجنة وحثهم على متابعة العمل في إطار التحضير لتنظيم هذا الملتقى. رئيس الوزراء بهيمي بدكي ألبير، وانطلاقا من أهمية الحدث، شدد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل نجاح تنظيم الملتقى. نائب رئيس اللجنة العليا المكلفة بالإصلاحات المؤسسية موسى خدام متحدثا عن أهم ما جاء في الاجتماع. عندنا أجندة، عندنا كالندري معروف عشان نقاتلوا أورغانيزاسيون فورم ناسيونال، واجب نكملوا تو نتيجة في الدوكيمان كوميتي تكنيك، عشان زي ما تعرفوا دورنا الفورم ده يكون في أسر وقت. تبقى الإشارة إلى أن الملتقى المزمع عقده ستشارك فيه كافة القوى الحية في البلاد. استقبل رئيس الجمعية الوطنية دكتور هارون كبدي كل من سفير جمهورية تركيا لدى البلاد والسفير الفرنسي، تطرقا إلى أهم الملفات والقضايا الراهنة والتعاون القائم بين البلاد وتركيا وفرنسا. عبد الله هارون. في ظل توطيد العلاقات الثنائية بين البلاد وجمهورية تركيا، استقبل رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي سفير جمهورية تركيا لدى البلاد سعادة السفير أردل سبري، حيث تناول الطرفان دعم تطوير العلاقات المتميزة بين تشاد وتركيا عبر التعاون الوثيق لتنفيذ المشاريع الإنمائية لمدينة أنجمينة،
هذا ما جاء على لسان منسق وكالة التعاون التركية عقب خروجهم من اللقاء. تحدثنا عن هذه المجالات مع السيد الرئيس، وأيضا تحدثنا عن المشروع التي يتم في منطقة هيبودروم، هي منطقة يعني هي المشروع متكاملة. وفي ذات السياق استقبل أيضا رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي سفير جمهورية فرنسا لدى البلاد سعادة فيليب لاكوست، وتطرق الجانبان مجمل القضايا الاجتماعية والسياسية والدور المحوري الذي تلعبه البلاد على المستوى القارة الإفريقية، وأكد أن البرلمان الفرنسي لديه الرغبة لزيارة البرلمان التشادي خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن تبادل الخبرات والعون والمساعدة بين الدولتين يعد من أهم أولويات فرنسا لدعم تحسين نوعية قطاع التعليم بالبلاد.